إخواني الأماجد، أولاً نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: وجعلناكم شعوباً وقبائل. ما الحكمة؟ لتعارفوا. معرفة الأطيام مكسب، لتعارفوا. لذلك جئنا بهذه الجهة الكريمة إلى هذا القصر العامر، فجئناكم يا آل عويص خاصة، أهل اللبن الشرقية عامة، لنطلب هذه الأمانة، وإن شاء الله كما كانت معززة مكرمة عندكم ستكون معززة مكرمة عند زوجها، وسيكون عاملا بحديث النبي: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، واستوصوا بالنساء خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أهلنا، حبايبنا، إخواننا، أهل دير دبوان الكرام، إحنا تشرفنا بنسبكم الشريف، وإن شاء الله أمانتكم بالحفظ والصون. أعطونا بعض الدقائق إن شاء الله، وهي خرجت من بيت أهلها إلى بيت أهلها الثانيين بإذن الله. وألف مبروك إن شاء الله، والتمام إن شاء الله على خير للجميع.
سويتوا يا موضية، مبروك ما سويتوا يا موضية. مبروك ما سويتوا يا عمامو، مبروك ما سويتوا يا اخوان.